طيب اخيرا سؤال لكابتن محمد يوسف، مؤمن زكريا هل بالفعل جاله عرض من فنلندا ولا لسه برضه بكره يبان؟ والله يا اسلام، موضوع مؤمن هتلاقي كل التفاسير او يعني مع كابتن سيد؟ مع الكابتن سيد، يعني انت عارف طبعا دي حاجات اداريه حاجات كلها، اداريه كلها استاذ مظبوط. عبد الحفيظ، استاذ حفيظ هو اللي بيتولاها، فهتلاقي طبعا المستجدات بتاعته كلها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. اخيرا يا كابتن محمد، رساله لو حضرتك عايز تقول اي رساله لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لا انا طبعا بقول لهم طبعا انتوا دايما في ظهر الفريق ودايما في ظهر النادي ودايما يعني بتدعموا وبتشجعوا، وجمهورنا الواحد بيفخر، ومش ده مش كلام يعني، عشان انا لعبت في الاهلي او انا مدرب في الاهلي، انت لعبت يا اسلام في اكتر من نادي بعد الاهلي، انا لعبت برضو واحترفت بره ورجعت لعبت برضو في انفي النادي الاهلي، والواحد مش بيقول كده عشان انا دلوقتي مدرب في النادي الاهلي، لا انا بقول الكلام ده حتى لو انا بره، جمهور النادي الاهلي طعمه مختلف، جمهور النادي الاهلي مسؤوليه، جمهور النادي الاهلي على قد ما انت بتكسب وبيدعمك وبيساندك لما بيحصل نتائج ما بتبقاش على المستوى اللي يرضي طموحه، ايضا بتلاقيه يعني بيبقى مشتاق وبيبقى عايز الفريق يرجع تاني للمستوى اللي هو متعود عليه وبيرجع للنتائج اللي هو متعود عليه. فانا بقول لهم رساله ان شاء الله ان شاء الله تلاقوا الفريق عند حسن ظنكم، ان شاء الله نفرحكم، ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله يكون فوز بالبطولات سواء على مستوى الدوري او افريقي او حتى اذا في سوبر محلي او سوبر افريقي، وان شاء الله يبقوا هم في ظهرنا على طول، بناشد طبعا المسؤولين في الدوله ان ما يحرموش النادي الاهلي من جمهوره، كلنا شفنا المباراه اللي فاتت لما الجمهور جه كان حاجه جميله جدا، واحنا داخلين على امم افريقيا في يونيو، فلا بد ان احنا يعني نرسل رساله قويه جدا لافريقيا كلها ان النادي الاهلي ونادي الزمالك بيلعبوا بجمهورهم ويعني الاجواء جميله، الدنيا عاديه خالص، دي هتفرق معانا جدا في امم افريقيا القادمه يعني. ان شاء الله نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. كابتن محمد شكرا جزيلا على هذه المداخله، كابتن محمد يوسف.